السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أخباركم إيه؟ وحشتوني كتير كتير. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم البط دمياطي بالمرتة. مكوناته: فص مستكة وملح وشوية فلفل، محطتش فلفل معلش، فلفل أسمر وبصلة والبطة. اول حاجة هعملها هحط فص المستكة بشوية زيت على في حلة، وبعد كده هحط البطة. البطة عشان تستوى بسرعة نفتحها كده، انا حشيها بالمردة، نفتحها من الجنوب كده، وشوية السكر عشان نسرع عملية السوى، يعني يستوى بسرعة. الحلة على النار اهي، وهحط شوية شوية زيت صغيرين، بسم الله. ولما الزيت يبقى سخن نحط فص المستكة، نحط بصلة بقى اهو، وبعد كده فص المستكة، فص المستكة هيدوب اهو، وبعد كده نحط البطة. ونقفل عليها الغطاء. وبعدين نضيف الملح والفلفل والسكر. ونقفل عليها بقى الغطاء. لما تعوز مية نحط لها مية تاني. ودلوقتي هعمل معاكم البطاطس. هنا بطاطس وقرن فلفل، بطاطس 4 بطاطسيات، وهنا بصلتين متقطعين جوليان زي ما انتم شايفين، وقرن فلفل وفصين ثوم، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وبهارات فراخ. هعمل ايه؟ هحط البصل مع والثوم مع البطاطس، وهحط شوية زيت صغيرين، والبهارات بتاعتنا. البهارات يا جماعة ما نكترش في البهارات، مش البهارات المظبوطة بتبقى احلى، ماشي. احنا هنسيب دي منقوعة في البصل والثوم والبهارات شوية، تدي طعم احلى. وطبعا قرن الفلفل. هنسيبها منقوعة حوالي 10 دقايق، وبعد كده نحط عليها الطماطم. وبعد 10 دقايق نحط الطماطم المعصورة على البطاطس ونحطها على النار. ندخلها كويس البطاطس وهي منقوعة بالبصل والفلافلة، بتدي طعم حلو. حطيناها على النار اهي. نجيب شوربة بط ونحطها على البطاطس، بتدي طعم حلو. ولما البطاطس تستوى نحطها في قلب الفرن. وبكده يكون الفيديو بتاع النهاردة خلص، البط الدمياط وصينية البطاطس. يا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.